تأول إطلالة له إلى جانب نجله تيمور بعد تسليمه الزعامة الجملاطية. أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط أمام وفد من مشايخ الدروز في قصر المختارة أن لا أحد يستطيع تحجيم طائفة الموحدين، مجددا الدعوة إلى الانتهاء من أقرار قانون انتخابي يتسع للجميع. قانون الانتخاب اللي فيه محل للكل، لكن بنفس الوقت ما بنقبل انه حدا نيجي يحجم دروز، ما حدا بيحجمكم. نحن طائفة بالرغم من صغر عددها ما بتنوفى اولا، واثنين فعلا يتخطى الحدود اللبنانية والعربية والعالمية، واثبتنا هالشيء. نحن عملنا التسوية، انتخبنا الرئيس عون والشيخ سعد الحريري، بدك هلق نعجل الحركة لأنه الوضع الاقتصادي عم بقول مش منيح، وهذا المؤشر الأخطر على الجميع. وبدي أشكركم باسمي واسم تيمور، بدي أشكركم على اليوم الأربعين بناية عم نكرم أحد قادتنا الكبار اللي هو كمال جبلاط في العهد الأحد الماضي، وهلا تيمور ابنكم، فمثل ما حضنتوني بدكم وسط كثرة الحديث عن ولادة قيصرية قريبة لقانون الانتخاب، موقف لافت لحزب الله أطلقه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي وفي خلال احتفال تأبيني في بلدة كفر حتى في إقليم الخروب جزم بأن لبنان مقبل على انتخابات نيابية وفق قانون جديد يعتمد النسبية، ومكررا في الوقت عينه موقف الأمين العام لحزب الله الرافض لأي ضريبة على الفقراء. نحن موقفنا أن لبنان مقبل على انتخابات نيابية وفق قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية. نحن نريد للنسبية أن تكون مع الدائرة الواحدة، وربما هناك طروحات تقول بأننا نقبل بالنسبية لكن عبر اعتماد الدوائر الموسعة. نحن منفتحون للنقاش في هذه الدوائر وحجمها. وزير الخارجية جبران باسيل وخلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في العشاء السنوي للرابطة المارونية في صالة السفراء في كازينو لبنان، رأى أنه لا يمكن لقانون الانتخاب أن يكون خارجا عن الواقع، ولا يمكنه كذلك أن يبقى في الماضي الطائفي، معتبرا أن قانون الانتخاب يجب أن يكون ما بين الحاضر والمستقبل ويخرج من الطائفية إلى العلمنة التي نطمح إليها، ويحقق التمثيل الفعلي لكل مكون بشكله الحقيقي.